صباح الفل، ايه الاخبار؟ وحشتوني. انا كنت هنا مكانكو سنه كام؟ 98، بس 97 ما كنتش في المدرج، كنت في الكافيتيريا. عارفين ال بالظبط. انا قبل ما ابدا معاكم النهارده، اسمحوا لي، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولا شك ان المحاضره دي او اللقاء ده او الندوه دي او سموها زي ما تسموها مختلفه بالنسبه لي. لو كانت من حيث العدد هي رقم 1000 او 1000 وشويه، فهي من حيث القلوب ما اعتقد انني متشرف. انا عشت في 22 دوله وهنتكلم عنهم، ما اعتقد انني متشرف وسعيد اني اقابل حد زي ما انا مقابلكم النهارده. فانتوا النهارده بالنسبه لي سلام قلوب على قلوب، وليس سلام ايد على ايد. فانا فرحان جدا ان انا معاكم النهارده. طيب، قبل ما العاطفه تاخدني وامشي معاكم سنه سنه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سعاده العميد البروفيسور امين امين، من اول تواصل لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي واللحظات القادمه ان شاء الله، هو رجل بيحبكم من القلب. كلامه في كل لقاء واجتماع وجلسه يتكلم عن حضراتكم بمنتهى الحرص، ليس فقط كعميد المعهد ولكن ايضا كوالد لحضراتكم. بعد كده الشكر الجزيل لأستاذي وحبيبي الدكتور محمد عباس. اللي حصل ان انا مقيم خارج مصر وباجي اسبوع في الشهر فقط. فانا كل مره باجي وبعدي من قدام المعهد اقول لنفسي ايه؟ يعني انت لفيت الدنيا ومش عايز تخش المعهد؟ طب كلم حد. فمرات كده وتبقى وقت متاخر، المشكله عندنا مثلا الساعه 9 بالليل 10 بالليل، فاخش على الكشك السكيورتي اللي بره اقول له هو مين العميد النهارده؟ هو مين عميد؟ مين الموجود؟ في دكاتره مين؟ طب فلان موجود؟ فلان موجود؟ فيديني اسماء بعضها اعرفها وبعضها ما اعرفهاش وعدي، تعدي شهرين ثلاثه نفس الحركه وتعدي. دخلت على الانترنت لقيت صفحه المعهد، كلمت الادمن قال لي يعني عايز انت ايه من الاخر يعني؟ قلت له انا بس استاذن حضرتك انت من المعهد؟ قال لي برضه انت قول لي انت عايز ايه؟ مش فضيلك. قلت له طيب انا فلان الفلاني خريج المعهد، ده البروفايل بتاعي، انا عايز اجي انقل اي خبره عندي لطلبه المعهد. فقال لي بقول لك ايه؟ انا مش فاضلكم، انا سافرت السعوديه، لكن بص في دكتور اسمه محمد عباس، خد رقمه، ده راجل محترم جدا وحبوب جدا وممكن يساعدك. كلمت الدكتور محمد، قلت له انا فلان الفلاني، الراجل مباشره قال لي المكان مكانك، اهلا بيك بين اخواتك وزمايلك ونتشرف. بعدها مباشره التقينا في مؤتمر في جامعه عين شمس من حوالي 10 ايام، وشرفني بالحضور دكتوره جمانه، دكتوره هدى، دكتوره مريم. دكتوره مريم على فكره درستني، فانا يعني بحاول كده ايه اقول لها تلميذك بيحاول في الحياه. وطبعا دكتورة منال وكل الحضور تحياتي وتقديري. بعد ما بدأنا مع حضراتكم خلونا نبدأ القصة. زي ما سيادة العميد قال، أنا جاي أوصل لحضراتكم رسالتين، محمل ليكم برسالتين.